جريئاً فإنه في الحقيقة كان في داخله خجولاً، وبسبب زهده في السلطة كانت المناصب العليا لا تكف عن مطاردته. كان لا يقدم على العمل إلا إذا تأكد أنه سينجح فيه تماماً، ولو لم يصل في هذا العمل إلى قمة العمل رفض الاستمرار فيه مهما كانت إغراءات الثروة والشهرة والسلطة. يعشق الكرة والموسيقى والطهي والسينما، ولو وصفناه بالمايسترو لكشفنا عن شخصيته بسهولة. شخصية صالح سليم المايسترو. صالح سليم حكاية يصعب تكرارها. فوالدتي هي زي كل ستات زمان، يعني هي اللي بتاخد بالها من الولاد ومن البيت ومش عارف ايه وبتاع، وهو بره البيت لما يرجع طبعا لما يكون كل زاد شويه عليها بتروح قايله له. طبعا كان في الاول بيحاول يحذرنا ويفهمنا وبتاع، بس حتى زمان يعني بعدين قال لنا حاجة فكرني بيها بقولها لك. فكان يجي يقول لنا الحاجة ولقينا تاني يوم عاملينها، يعني مثلا ما تلعبوش كورة في البيت، فيجي يلاقي إزاز يا باب الأوضة يا إزاز الشباك مكسورين، إيه ده؟ نقول له كورة، مش قلت لكم ما تلعبوش كورة في البيت؟ إحنا آسفين يا بابي. حاضر. يفوت. تاني يوم يلاقي إزاز الباب، ايه ده؟ كوره. طيب محبوسين، مفيش خروج خميس وجمعه مثلا. بعدها بيوم، ومهم يصلحوا لغايه ما دخل علينا في يوم قال لنا هاتوا الكوره. رحنا واخدين الكوره، راح واخد الكوره ادينا له الكوره خدها. تاني يوم دخل لقى الازاز مكسور وقال لنا انا مش خدت الكوره، قلنا له اه احنا نزلنا اشترينا الكوره تاني. فقال لنا كده طيب. ساب الازاز في عز يناير لمده شهر، قال لنا عشان تعرفوا بقى ما دام انتم مش عاجبكم الازاز خلوا الازاز مفتوح. وبعد كده بطلنا كوره.